اهلين خي يوميت السلامة. انتي مرته صعبة هذا البيت مو هيك؟ شلون لكان مرته وتعج راسه وحبيبة عمره؟ اختي جوزك رح يطلع تلفزيون بعد شوي، ابصر شو عامل، فقلت بخبري جوز ما عندك علم. تلفزيون؟ لا والله ما عندي علم. ايش بده يطلع يساوي؟ ما بعرف، شوفي لحالك، يلا السلام عليكم. ابو الله لا يوفقك. تلفزيون يا ابو الزين؟ ايش عليه؟ انا بفرجيك. حبيبي لكن مشان هيك تليفونك مسكر طول عمرك اناني طول عمرك اناني. ايش عليه لو اخذتني معك على التلفزيون؟ ايش عليه؟ ايش عليه؟ انا كمان بغيظ الخلايا والجيران، بحق لك اللي ما بحق لي؟ بسيطه بسيطه يا حبيب، مسكره بسيطه. انا بفرجيك انا بفرجيك وبيقشك قش ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نذكر اننا بعد انتهاء النشره الاخباريه سنعرض لكم اعترافات الارهابي الذي روع المدينه قبل ايام والتي استطاعت القوى الامنيه القاء القبض عليه. لقاؤنا الاخباري على راس الساعه القادمه باذن الله. الى اللقاء. ارهابي؟ شو هالحكي؟ الكرام، ما تزال النفوس الدنيئه والكريهه تنفث سمومها في جسد البلد، في جسد الأمن والأمان الذي يحياه المواطن ولا يطلب شيئا سواه. إلا أن هذه الحالة من التضامن والتكامل والحب لا تروق لبعضهم المتآمر المجرم الذي يسعى إلى تمزيق وحدة الأرض وسلامتها. فمنذ أيام قليلة استفقنا على نبأ تفجير إرهابي استهدف أرواح أهلنا وممتلكاتهم وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، إضافة إلى أضرار هائلة أصابت الأبنية المحيطة بمكان التفجير. ولأن قوى الأمن هي العين الساهرة على حمايتنا وحماية أطفالنا وغديهم المنتظر، فقد فكت لغز الشبكة الإرهابية بسرعة لافتة تشير إلى أننا حصن لا يمكن اختراقه وأننا بمنأى عما تريده القوى الإمبريالية من وطننا الحبيب، مهما تآمرت ومهما جندت من ضعاف النفوس كي يعيثوا فسادا في أرضنا الصامدة. قائد هذه الشبكة الإجرامية سيقدم الآن اعترافاته الكاملة منتظرين قصاصه العادل الذي سيكون عبرة لغيره من المرتزقة الجبناء. شو اسمك؟ ناجي عبد الرحيم، ملقب أبو الزين. احكي لنا كيف بدأت تشكيل المجموعة؟ أنا كان سيدي عندي محل فلافل، كنت عم بسترزق منه وأنا وعيلتي والحمد لله وماشي الحال، لحد ما إجا لعندي واحد اسمه أبو كرم، صار يجي يشتري من عندي وناخد ونعطي بالحديث ويفتح معي أحاديث. بعدين قال لي أنت ليش هيك وضعك ما منيح، لازم يصير وضعك أحسن ولازم تحسن أمورك. قلت له والله مو باليد حيلة. قال لي لا بلا، في طريقة بتكسب ذهب. قلت له إيدي بزنارك شو هي؟ قام قال لي إنه نحنا لازم هاي البلد كلها تتغير مشان يتحسن وضعنا كلنا، وضعنا ما بيتحسن إلا إذا هذا النظام راح. قلت له أوف شو دخل النظام؟ قام قال لي لأنه هدول العالم ما عم يخلونا نعمل اللي بدنا إياه، ما عم خلينا نتنفس، لسا كل شوي بطلعوا لنا قوانين وتعتير واكل هواء، عفوا بطلعوا لنا قوانين وتعتير وهيك. قلت له ان شاء الله خير يا رب. طيب هات لشوف خبرنا وين مسكت وكيف مسكت. في الغوطه الساعه 3 الصبح. وشو كنت عم تعمل هنيك بهيك وقت؟ كان عندي اجتماع. مع مين؟ مع مجموعه من الشباب. عن شو كان هالاجتماع؟ كنا عم نحضر للعملية الجاي. عملية شو؟ وهذا السهم القبضاي اللي كنت جعلاني مشانه، يعني انت وبايع جوزك وشيد راسك مشان هيك الشيلات. جماعة إرهابية؟ لكم؟ نعم سيدي نحن طلع إرهابي حقير حقه فرنك. هاي المجموعة باعي وناسه ووطنه مشان شوية صغار. أول شيء هن كانوا يجوا لعندي زباين عندي بالمحل، يجوا يشتروا فلافل وهيك ويكرموني مصاري. بعدين هيك شوي شوي كل يوم يجوا يترددوا وصارت علاقتنا احسن. بعدين صاروا يعزموني اطلع معهم مشاوير
بعدين قالوا لي تعا اعطوني مصاري مبلغ منيح، قالوا لي تعا اشتغل معنا مبلغ كبير من المال، قالوا لي تعا اشتغل معنا وجيت اشتغل معنا. الله لا يوفقك يا ابو الزين، ايش هالتعفيس هاد؟ ابو كرم هو اللي دزهم، هو اللي قال لهم يجوا، ابو كرم هو اللي قال لهم يجوا لعندي، اللي قال لهم هو اللي قال لهم مشان انه انا يورطوني. يعني بعت حالك وبلدك كرمال مصاري؟ الشيطان الشيطان يا سيدي الشيطان. ايه مو صحيح. طيب انه النفس ابو الزين ما بيعمل كل هالحكي، اعوذ بالله والله غريب. انا اللي بعثه يا جماعه انه ابو الزين ما بيطلع بايده يقتل نبله، بقى معقول يكون هو السبب بكل اللي صار؟ البلد في كفر وفي فن وفاسقين ودعاره، وقال لي انه ما بيمشي الحال الا اذا قضينا عليهم كلهم، فهن نفسهم اتفقوا معي. الله يوفقك يا ابو الزين، الله يوفقك. مش هيك مش هالمصيبة هاي، مش هيك مش اساوي. يا ويلي يا ويلي يا ام الزين، يا ويلك يا ام الزين. ارهابي ارهابي يا ابو الزين، ارهابي بعت الوطن. وانا عم بقول لحالي منين جاب حق المحل، منين جاب حق البيت؟ وباء وباء شو بتطلع غبيه؟ ايش بدي اقول للجيران؟ ايش بدي اقول لاهلي في حلب؟ ايش بدي اقول للخلايق؟ اي فشلك الي ولك الف حبل مشنا وليقولوا ابو الزين خاين يا خديجه. وباء والله من الاصل من الاصل من الاساس انا كاشفه بس ما حدا بيسمع. بقر لان بقر لك والله الشيء ما بتصدق، ما حدا متوقع انه هو يعمل هيك وعم تدافع عنه بكل وقاحه قدامي. لك والله لولا العيب والحياة غير خبر الامن عنك انه انت ارهابيه وشريكته، خلي ياخذوك يرموك بهالسجن وخليني اخلص منك ومن مراهقتك. هل بيحكوا عن جاله الاربعين وجاله الاربعين؟ تعالوا شوفوا لي جهله الستين. ابو فاروق نايلك اثنين فوت معهم. شرف ابو زياد، شرف ابو احمد، شرف ان شاء الله ما بنطول عليك. ابو فاروق الشباب يلي ما كانوا بدهم يجوا معنا يفرجوني حالهم لشوف شو صار. يعني قلنا لكم ما راح يصير شيء مثل هذيك المره، هي انا واحد مننا فاتح كبير اسمنا وفكت سيره. ان شاء الله بيطلع، اساسا هو مو عامل شيء. لك شو ما عليه شيء؟ والله خايف نطلع بالخجلة. لك خجلة شو ابو الشو؟ انت ليش جيت معنا بالاساس لكان؟ انت حالي مو حلو يكون مثل عين مقلوعة قدام اهل الحارة. حياة ابوك عيد مسكوتك، مو ناقصنا ابو حسام تاني. هلا اذا الواحد عم يحكي لكم اللي بمخه بيكون ابو حسام، انا مو ضد انه يكون بريء، بس مالي متفائل، مالي مرتاح. الصبح علينا ما شاء الله ابو الشو، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندك كلمة حلوة اسكت. امرك ابو دياب، وهي سكتنا. طولوا هدول. الله يسعد صباحك. الله لا يسعد صباحك ولا مساك. شو في ولاد حتى متجمعين تحت واقفين عم تمعوا؟ يعني احكي ولاد، بلا لك لك احكي. سيدي طول بالك علينا الله يخليك. اختصر ما عندي فضا، احكي. جايين مشان ابو الزين. مين هذا ابو بطيخ؟ ناجي عبد الرحيم جارنا. ها؟ شو بو؟ سيدي هذا واحد ابو ضاي ومقدر شرواك. اختصر ولا بلا كتر حكي احكي. حاضر حاضر سيدي، عم بتقولوا انه ارهابي ومدري شو. ايه نحن جينا نتاكد، يعني بصراحه ولا واحد مصدق انه هيك، بس اذا يعني اذا كان مثل ما عم بتقولوا ارهابي الله لا يرده، بس يعني اذا بريء بدك تسمح لي هذا الحكي ما بصير. ولك حيوان مو مصدقين يبرص لقيت على ابوك على ابو اللي جابك ابن الحرام. عم نشتغل 24 ساعه مشانك مشانه مشانك توسخ قدام باب الفرع لانكم مو مصدقين. نحن ما عملنا شيء لتحكي معنا هيك، نحن جايين نستنجد فيك لانه مالنا غيرك. ولك مالكم غير هالصباط اللي بده شئتم اكبر واحد فيكم. اسمعوا ولاد، هلا بتاخذ معك المسكين هدول بتنزلوا لتحت بتطلعوا هالطرش كله هذا شرفي كلا لقيتين اذا بلاقيت كل تحت تدعوسكم بشيء هي. يلا هدول الكلاب اللي تحت هن اهلك وناسك، والمفروض انك هون لتراعي مصالحهم وتحميهم. اما غريب
اول مره بشوف واحد عم يسب امه وابوه. يا حيوان حمار اللي مقدر الوحوش اللي تحت. والله للعن ابوك لو اني جابك عند الحمار. هدول وحوش، هدول اهلي وناسي وخلاني. خلاص بك، والله للعن ابوك على ابو اللي جابك. عناصر خذوا هاي الفتره سكتوا تحت، بدي انسى حالك امه اللي رضت. شو عم يلا نشوف، نزلوا لتحت خذوا الطرش كله معكم هذا. مش عارف خلال دقيقتين اذا بلاقي حدا تحت بسكتوا بيها الصفا. يلا قلعوا يلا. قلت لكم رح نطلع بالخشنه ما صدقتوا. ابو الشوق كرمال الله قلنا لك بينا سكوتك. ها كل اللي صار يا جماعه. شوف هيك منيح يا خالد. هلا والحال ابو فاروق العمل شو؟ طالعوا 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 على وحشيه ممارساته وعدوانيته تجاه ارض مريم شيرين. سيدي الناس اللي بتحت عاملين مظاهرة، عم تهي تضغط الصرخ. شو؟ إيه نعم سيدي. عيب عليكم طالعوا، عيب عليكم طالعوا، عيب عليكم طالعوا، عيب عليكم طالعوا، طالعوا طالعوا، طالعوا طالعوا، عيب عليكم طالعوا، عيب عليكم طالعوا. بدي اياهم ملقحين بالمشافي بعد خمس دقايق، كل واحد تحت بيدعس على راسه. مين مثل يكون كبير صغير زلمه مرا يعني الكل يعني الكل. سيهربوا مثل الخواريف. جيبوا لي اللي راحوا على المشفى، بدي ربي البلد كله فيها. يلا بسرعه خلص زي بلد. دنيا صراصير. يلا فورا. احترام سيدي. لا افتحوا النار، كل واحد قدام عيونكم بتقوسوه برجليه، بدي الدم يعبي الشوارع فهمت؟ بس هيك سيدي يجوز يصير في غضب اكبر. مثل ما عم قلك انا بعرف هون منيح هدول ما بيجوا غير بالعين الحمراء. يلا نشوف بسرعه. حاضر سيدي. فتحوا النار. الناس هايجة كتير وعم تتوافد من كل المناطق القريبة،
خايف سيدي بعد شوي تفلت الامور من ايدينا. بقى شو عم تقول انت؟ تفلت الامور من ايدينا؟ لك انت خرجك تكون نائب رئيس فرع انت؟ سيدي الله يخليك تعمل طلع على الناس، بلكي اذا شفته بعينك تفهم حالتي. طالع وسكت الناس. عم تحكي؟ خلي كم واحد كلب يدوسوا على كلبتي؟ فشل. تعني اشوف. حاضر سيدي. ايدك يكسر ايدك. يكسر ايدك يكسر ايدك. كل رصاصك ما بيفيدك. اختي مش زين. انا جابر. مين؟ جابر. جابر انا. جابر اعطيني علامه. علامه شو؟ ام مسكره. مين السلام. ان شاء الله بخير. ماني منيحه. طاول طاول يا جابر. امبارح هجموا الزعران تبع الحاره وكانوا بدهم يخلعوا الباب. ليه؟ شو ليش؟ قال ابو الزين خاين. ما بعرف، بدهم يكسروا الباب كانوا علي، وكل ما بيرن الجرس قلبي بصير بين رجلي. لا معناها ما لازم تقعدي لحالك هون لحتى يطلع زوجك معزز مكرم من السجن. جابر حلفتك بالله، حلفتك بالله بغلاوة الماني، انت اقرب واحد لابو الزين. هو خاين؟ ام الزين، ابو الزين اشرف الناس. لكان من وين جاب هالعمله؟ كيف اشترى هذا البيت؟ ام الزين مو وقت الحكي. لا ابو الزين اشرف من انك تفكري فيه هيك شيء. اسمع شو بدي لك. انا اليوم عرسي وهدول شويه اغراض جبت لك اياهم، انت معزومه بتلبسيهم وبتجي لعنا، فهماني؟ عرسي؟ بيت السلامة يا جابر. إن شاء الله حلوة مقدرة صغيرة أحسن من أي مسكرة ما حبيت لك إياها طاول طاول. الله يسلمك. أنا بدي أتزوج نجوى. كمان اسمها نجوى؟ إيش هالنحس اللي راكبك خيو؟ لك يا أم الزين طولي بالك، تحملي حالك تروحي لعنا هلا على البيت، أنت من أهل البيت، يعني معزتك بمعزة أمي ونهلة. ماشي؟ خلص خيو، بروح بروح، بس إيش قد عمرها الحلوة؟ لك يا أم الزين، العروس بدي أتزوجها نجوى مرتي، بدي أعمل لها عرس. يا مي نجوى. نجوى ما غيره ام مسكره؟ ايه نجوى ما غيره. اسمعي شو بدي اقول لك، بعد العرس بتنامي عنا بالبيت لانه وعدت تكون لحالك مو ظابطه. ماشي بس خيو خلص فهمنا. الله معك، مع السلامه. وبي قشك قش، حدا بيتجوز مرته مرتين؟ عين روقه.